حياكم الله ويا اهلا وسهلا بكم. او هذا موجز نشرة الاخبار كذي؟ لا، هذا موجز للفيديو، ان شاء الله يعجبكم وينال اعجابكم، فخليكم ويانا. هلا بيكم ومية هلا، او مساء الخير او صباح الخير، ما اعرف هو شلون راح يجيكم ويا وقت. المهم حبايبي، بديت وياكم من الريوق. ايه طبعا هذا الفيديو يعني شو اسمه هو التعديلات او الترميمات المستمرة للبيت. طبعا كلش يعني الصراحة طلع، يعني ما راح اقولكم شنو النتيجة مالته. هنا بديت كملت الريوق او بديت انظف المكان وياكم. طبعا كليتنا ننظف وكليتنا نعدل وكليتنا كذا، ما كل يوم واحدة، لكن هذا فيديو تحفيزي للي قاعد ما يحب يشتغل، ما يحب يعني يحب يعني شلون يباوع، يعني فيديو نايم على المخدة هسه يحب يسأل. هاي اني والله دا اسوي هالشغلات مرات، يعني واحد هنا هاي كليتها نظمتها، وراح احط لكم اياها ان شاء الله بالفيديو الثاني شلون طلعتها وغسلتها ونظمت الاغراض. لا تقول لي تحطين هاي مال تنظيم السكاكين الشيء واللي شيء كم خليتها فوق، لا لا نكذب على بعضنا لا شيء، احنا دا ما نجيبها ونشمرها وين مكان، يعني هيك بدون ما نجي ننظم كذب، والله ليش نكذب على بعض؟ لان هسه ايش قد مرات ايش قد ما هذه هم نظل يعني نشمر الحاجه هنايا وهنايا، يعني اصبح القى المطبخ واسه، يعني مو مثل ما تتصورون اربع صح. هو تنظيف نظفت تنظيف عميق، والتنظيف العميق مو خبره حواطل واقعد، لا طبعا يوميا ننظف على مو شنو ما يتراكم علينا الوسخ. الوسخ شنو؟ ما يتراكم علينا الدهون والسوالف هذه التعبانه، ليش احنا وسخين؟ المهم هاي هناي الترميمات مالت البيت مثل ما تشوفونها. طبعا ما صورتكم الاغراض اللي اشتريتها، والله العظيم صارت علي ب24,000، طبعا كل تحسبناها صار 40,000 قلبا البيت من البدايه للنهايه. شوفوا هاي هذه الرقعة اللي قدامكم، طبعا هذا الدرج واقع من نايه من المي، هاي شويه بيه هيك وقعات، فهاي جبنا معجون، هذا المعجون خلال هي وبعدين راح يصبخ. هاي كان هنا اللون مالته وردي، ومثل ما تشوفون هذا التراب اللي وقع، لانها كلها قرفعه، لان هاي من ناس تشوفون انتو شبابيك فوق، هاي الفوق منها ما مخلي فوق نفشي، يعني حتى انا من تمطر الدنيا ما يوقع المي، لا هي اول ما تمطر وين باي جهه هو يوقع علينا من الشبابيك. وطبعا هاي كلش غلط، المفروض اي واحد مخلي شباك يعني فوق يخلي له مثل المظله على الشبابيش. طبعا ابو مصطفى دائما نقول له يا معود البيت راح يخرب، ابد. المهم هسه قنعنا وسوينا يا هالبيت، او طلع والله ب20,000 بيت يجنن. طبعا هو راد الوان، اني ما ردت الالوان، اني احب من اني اكره الالوان، ولو تلاحظون البيت كليته ما بيه لا احمر ولا ازرق ولا اخضر ولا اي لون، والله يعني الالوان مالته كليتها يعني من فراش من بيت، يعني ما استخدم الالوان ابد نهائيا بحياتي اليوميه. هنايا هسه هو هذا الشباك هم ماتين، بعدين راح هذا هم ماتين، سوا نفس البيبان البرا والشبابيك كلها صبقها. وان شاء الله على الفيديو الثاني راح نعطيكم مو النتيجه النهائيه، لا تقريبا ثلاث ارباع النتيجه، لان يعني بعد هاي هنا شوفوا انا انظف، يعني ما اخلي تراب اللي وقعه راسا اشيله انه وانزله. هنا هسه هو بدا شلون باعه بعد ما سواه بالمعجون، نوبه بدا صبغه. طبعا هذا الجالكسي او هذا شو اسمه هذا الالوان او الرملي ايش قد رجع اخر شيء زهق علي والله العظيم، هو يجيب لي الوان، انا الالوان ما اريدها لان البيت ما اريد يكون بالوان، اريده كليته ابيض ورصاص فاتح، يعني هو الفاتح الرصاصي من شغله يضوي يصير لك شلون يعني هيك اللون هذا مالته، يعني اخو الابيض هو التبني، يعني هي هاي الالوان التبني، هاي رز القاعدة تمسح. طبعا نظفت لهم وكملت، وهم البقية هم يعني شالوا هذا البيضات بالشفرة، شنو حتينا ما يبغى لكعب بالمكان. هاي هنايا بدينا ننظف، وهذا شلون طلع هسه وجهه، والله جيت قبل ما احب اطلع عنه، شوف هسه شلون صار. هذا طبعا البيضة وكمل، يعني شنو بيضة يعني الصبغة والعباس يعني هاي لو بيش، والله كلي البيت صار يخبل، صار شنو صار مخبل كليته ب22 والله لقرار، يعني ما صورتها نسيت ما طلعتها وياي، جبناها اني رحت اني جبتها ب22,000، حسبنا منا ومنا بعد ان شاء الله صار ب40,000. طبعا هذا من مصروفي اليومي،
طبعا كل التعديلات اللي تصير بالبيت او يعني اي شيء مثلا اغير بالبيت هذا اني تكون من عندي الفلوس اني اللي اغير، لانه الصراحة من تقول اي رجال تقول له كذا وكذا ما يقبلون. هنايا هاي سويت اني تفريزات، هذا العنب ما جبناه فوقع علي التمر فما يصير بعد، يعني الحلها مالته تروح، ففرسته وضمته. شوف هذا انا همتين مفرسته وضامته طلعتكم اياه، شوفوا كل شيء ما بيه، وذا اطلع من عندي خبط. هذا اللحم شلون انا همتين مفرسته بحيث يعني ما يخرب كليته، نطلع فقط الشغلة اللي انا احتاجها. هذا التمر همتين جيب من هاي الكياس، هاي قدها وش كبرها اجيبنها ب1000 دينار. هذا حتى الهريسة والمرقة زايد من هاي ذني السفر الصغار اجيبه وافرز بيه. هاي هنايا ما عليكم بيها ملاعيب العيد، وهاي سويت منعتها محابس تخبل، اي ملاعيب والله نقشمر بيها نفسنا. طبعا هي هاي اللي نشوف الالوان مالتها كلش حلوه وتجذب الواحد فنشتريها، بس ليش الساده لا تكون احسن منتها وسرعه تستوي. طبعا انتو شفتوا بيه نومي، هذا النومي انا اجيب نومي هذا العراقي ايبسه ويصير نوم وبصره يخبل، والله دائما اجيب النومي واسوي نوم وبصره. طبعا هاي شوفوا قلاص من الحصه وقلاص من او قلاصين من الحصه وقلاص من التمن البسمتي اللي نجيبه ابد والله، او اذا مثل لا والله ذا شعري يعني المره نسيت عبالي مو شعريه فخليتها يعني هاي هم دزيت مصطفى كان ما عندي لا بهارات ولا شيء ولا بيض، حطيتهم 10 رجع لي 500 دينار. فاخلي اذا كانت ويا شعريه خلي بس مالت الحصه ابد ما اخبط وياه، بس والله يعني بعد هاي هي صارت. المهم اخبط دائما اخذ قلاص دائما ويا مالت الحصه واخليه يطلع التمه يخبط. فليش يعني ليش التبذير اني ما احبه بذر، وشوفوا يعني هاي الفلوس والله اللي اجمعها، ومو كل شيء هو البطن ترى، مو كل شيء يعني البطن 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 يعني ترى قلت اللي يقول غشمرة والله هو غشمرة، يعني الصراحة احنا مو كل شيء نشمره على البطن لا، عادي نشتهي الاكلات نشتريها ونجيبها، لكن شنو بدون يعني اصراف. مرات واحد يعني اذا الفلوس مو اله لا يكون يعني الصراحة يعني قلبه ما يوجع عليه هن يصرف. هاي هنا هماتين درت هذا الفلفل الاسود، بس البهارات ذاك لا ما درت لهن ما عندي له علبة كبيرة، هذا بقى. هنا بديت اقل شغلات المقلوبة مقلوبة عمي مقلوبة والله المقلوبة بعد ما اسميها مقلوبة المقلوبة. طبعا خليت فلفل ونسيت دائما انسى البوتيتا، بس طلعت والله العظيم تجنن هاي المقلوبة المقلوبة حلوة والله حلو اسم المقلوبة. هناي قليت الطماطم وكملت هناي، وهذيك ملاعب العيد قليتهن بعدين واكلناهن، والله يسميها ملاعب العيد الصراحة، وتقشمرون بيها الجهات تقشمرون بيها نفسكم وكيفكم. هناي هماتين بدينا نصفط بالشغلات. طبعا هذا المقلوبة مالت مال دجاج، اي تريدون انتم مال لحم مال دجاج بكيفكم، جيت اسويها حمراء مصطفى ما قبل، هما متعودين على شغلة واحدة. خلاص هذا لازم وياها شعرية تمن، هاي هي هاي هناي شوف المنظر مالها والله شيء، اما الطعم والله فما شيكم وياه روعة 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 والله ما تشبعون من عيتها. شوفوا هاي الاكلة شكد بسيطة وشكد سهلة وبنفس الوقت شوفوا انا من احنا من نسوي غدا انا ورسل وصبيت منتها لمصطفى. طبعا ما نقدم اكثر من نوعين وثلاثه وكذا، هذا كلية التبذير واسراف، بالعكس يعني هي اكله واحده يا دوب الواحد يقدر ياكلها. اي هاي سويت لكم هماتين كيكه، وهاي الكيكه مثل ما شفتوا المقادير 4 قلاصات طحين. هنا سويت هذا طبعا انتم تعرفون شو اسمه، ايه نسيت كريم شانتي ويا قليل من الحليب، طلعت الكريمة تجنن. هاي ناي خلطت البيض وكذا، 4 قلاصات طحين ونص قلاص شكر نص قلاص دهن، وطلعت بيكون باودر 2. طلعت الكيكة روعة، فد من خلينا الكريمة خم خليت من عندها نص لابو مصطفى، فد هو هماتين راح للأسواق واشترى كيكة لأنه يقول انتو ما مخلي اللي هو الكيكة، فجاب لنا هذا اللبن وهذا الصمون وجاب لنا هذا الخبز هذا الشوفان كلش القرصة مالته تصير كبيرة، هذا خبز شعيرها الكل يتين الحاجة على 1000، واللبن هذا على 1500، وهذا الجبن يجنن على 2000، وهاي الكيكة ب3.5.
طبعا أشكر متابعيني الجديدين والقديمين، وأشكرهم على تفاعلهم بالفيديو السابق، وإن شاء الله الفيديو راح يجي راح يكون أخذكم للديكورات اللي راح إن شاء الله نكمل بها البيت، وراح تكون تكملات البيت بالفيديو اللي يجي. أحبكم كل شوية، مع مليون مليون ألف ألف سلامة.